قاعد بكرة الصبح على كرسي وزارة السياحة، بمنتهى الصراحة ايه قراراتك اللي هتاخدها بشكل مباشر واللي المواطن هيحس بمردود ليها في وقت سريع؟ عموما هنعتبر ان هذا افتراضا جدليا لن يحدث ان شاء الله، يعني لكن ممكن يحدث. لا لن يحدث، لكن نتحدث على ما بعد ذلك افتراضيا. اول حاجه الرخصه دي لابد ان نضع لها تشريع، رخصه المهنه 5 سنوات. اشتغلت في ال5 سنوات واديت بالرخصه دي بتاعتك انتاجيه للبلد ولاقتصادك وعقد على نفسك اجددها لك. ما خدمتش بيها صح وما عملتش اي فايده فيها بالمراجعه المهنيه ليك يلغى الترخيص بدون اي شيء عليك. تمام، اخدت 5 سنين الاولى ولقينا نتائجك المهنيه كويسه ادي لك ترخيص ب5 سنين تانية. تمام، بعد ال5 سنين التانية اديك الثالثه ترخيص ثابت ونهائي. ليه؟ لان اصبحت في خلال ال10 سنين دول عملت كيان اقتصادي ذو قيمه. اصبح انك انت لما تعوز تدخل معاك شركة او تبيعه بتبيع كيان مش بتبيع رخصه. تمام، فما اقدرش انا اهدي لك هذا الكيان بان يكون لديك ترخيصا مؤقتا. تمام، ولكن اذا في خلال 5 سنوات عملت لي طفره غير منظوره في ايراداتك اللي عايد على اقتصاد البلد فانا مستعد ادي لك ترخيص دائم بعد ال5 سنوات. تمام، لكن مجرد ان انا ادي لك ترخيص يبقى صعب عليا ان انا اشيله منك، ده عيب وعوار في التشريع لابد ان يعدل. تمام، يعني هتعدل مواضيع الحصول على ترخيص شركات السياحة وتنظيمها. ده رقم واحد. رقم 2 لابد ان يكون اعادة التأهيل لكل العاملين في السياحة وتدريبهم وتدريب العناصر. انا لابد ان اكون مشرفا مباشرا على كل كليات الفنادق والسياحة. هو بتاع كلية الفنادق والسياحة ده لما يتخرج المفروض يشتغل في ايه؟ في السياحة. هو تبع ايه دلوقتي؟ تبع وزارة التربية والتعليم. هل بيستفيدوا علما بشكل يفيدني انا كسياحة ولا بيبقوا مجرد واخد شهادة وبس؟ واخد شهادة وبس. طب يبقى ينفعش، لازم انا اتداخل في هذا الموضوع من بدايته علشان أأهله وابقى عارف انا محتاج ايه. انا محتاج خبرة الهاوس كيبنج ولا محتاج الروم سيرفيس ولا محتاج المطبخ ولا محتاج الريسبشن ولا محتاج ايه بالظبط في السياحة؟ يعني حضرتك تاني حاجة تأهيل العنصر البشري اللي هيعمل في قطاع السياحة من بدايته عشان ما يبقاش عالة عليا ولا عالة على المجتمع ولا يجي لي اساسا ابيض لمجرد ان هو واخد شهادة، عشان ما اقعدش انا ادربه من الاول. اذا كان هو بيتصرف عليه وهو داخل المعهد او الكليه بتاعه السياحه والفنادق يبقى لازم كليه السياحه والفنادق دي اكون انا جزء من الاشراف عليها مع وزاره التربيه والتعليم. ثالث حاجه انا اعتقادي ان وزاره السياحه لابد ان تضم وزاره السياحه ووزاره البيئه ووزاره الاثار. تمام، هذه الوزارات مجتمعة لابد أن تكون في وزارة واحدة. في بلاد بتجيب قدنا عشرات المرات وما عندهاش وزارة سياحة. لكن احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين وزارة تخطيط وتنمية سياحية. دورها ايه؟ دورها تحط لك المنتج السياحي الذي يباع على مدى 50 سنة قدام، ملهاش دخل تاني بانها ما بتبيعش اراضي، بتبيع مشاريع سياحيه، منتجعات سياحيه، توفر لك كل السبل علشان تتم. ازاي تخططها وازاي تبدعها وازاي تبتكرها وازاي تعمل لها طرقها وازاي كل الكلام ده، بحيث هذا الوزير لا يشغله اطلاقا سايح تحرشه بسايحه او سياح مجوش او سياح جم، ده تعملها هيئه تنشيط عليا منفصلة. تمام، لكن اللي بيخطط للمستقبل الأجيال اللي جاية لازم أبعده عن هذه الدوشة، ما خلطهاش ببعض، ما تبقاش خلطة مع بعض، كل حاجة لوحديها.
عشان تدي منتج صح. التخصص يعطي التميز. طب عايزة منك بقى رسالة تفاؤل بعد يعني احنا في رمضان، هدف من البرنامج اساسا هو التفاؤل والامل. تفاؤلوا وتأكدوا ان الامل موجود وان بيكم انتم ستصنع مصر الجديدة مش بينا احنا. خدوا التجربة لكن بصوا دايما للمستقبل، وانتوا هتكونوا الافضل وهتكونوا الاقوى وهتكونوا الاحسن. اكيد هو كلام يعني من ذهب زي ما بيقولوا، كلامك ورسالتك وخبرتك وخلطتك السحرية اللي احنا عشناها ومشاهدينا شافوها وسمعوها منك بالتأكيد هي اكبر نظرة تفاؤلية لينا وللمشاهدين وللشباب. بشكرك على وجودك معنا، وكل سنة وانت طيب. طيب بشكركم مشاهدينا الكرام.